هو تحليل لحقن الدم الموجوده للانسان والتراب بتاعته وفي نفس يعني حسوين الوزاره الجنائيه بالضبط بس من ناحيه الباثولوجيه. ايوه رقم واحد. رقم اثنين من الناحيه النفسيه ان في هنا البلاستيك انا حاطه اللي هو الشفاف اللي هو المنظر انعكاس للحاله النفسيه. فدي انعكاس للحاله النفسيه. ده عباره عن استخدام التباكيس اللي هي بتبدا عمليه. يعني انا بستخدم انا عايز الصور دي. حاضر.
اخواننا دلوقتي الصور كلها معهم، صور كلها مع